نفت المتحدثة باسم القيادة الوسطى الأمريكية إليسا سميث علمها بغارة لطائرات التحالف الدولي على معمل لتفخيخ السيارات في منطقة الحويجة غربي كركوك. وأوضحت سميث في اتصال هاتفي مع الحرة أن بيان الأهداف التي قصفت في الساعات الماضية لا يتضمن تدمير المعمل المشار إليه. وكان مراسل الحرة في كركوك أفاد بحصول انفجار هائل في معمل تابع لداعش متخصص في تفخيخ العجلات في الحي الصناعي بقضاء الحويجة، ما تسبب في تدمير أحياء 8 شباط واليرموك والمعارض ومنطقة الأعوان بشكل كامل، كما لحقت أضرار كبيرة بمنطقتي القادسية والعسكري. وأضاف مراسل الحرة بأن شدة الانفجار تسببت في مقتل العشرات من مسلحي داعش، فضلا عن مقتل وجرح وفقدان العشرات من المدنيين تحت أنقاض منازلهم. تابع أن أهالي مدينة كركوك شعروا بشدة الانفجار وتصور بعضهم حصول هزة أرضية. يشار إلى أن تنظيم داعش بث شريطا مصورا عن الانفجار واتهم طائرات التحالف بتنفيذه. نفى مدير دائرة الهجرة والمهجرين في كركوك عمار صباح الأنباء التي تحدثت عن قيام السلطات المحلية في كركوك بإبلاغ العائلات النازحة ضرورة مغادرة مدينة كركوك خلال أسبوع. وقال صباح إن إدارة كركوك ومجلسها ودائرة الهجرة تعمل على تخفيف الأعباء عن النازحين، مشيرا إلى أن ما أثير عبر بعض وسائل الإعلام عن نشوب حريق في مخيم ليلان للنازحين هي أنباء عارية عن الصحة. وأوضح مدير دائرة هجرة كركوك أنه في ضوء زيارة وزير الهجرة والمهجرين ولقائه بمحافظ كركوك تقرر فتح باب التسجيل للعائلات النازحة لمدة 4 أيام، حيث تم تسجيل 42 ألف عائلة نازحة من محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، ليرتفع عدد العائلات النازحة إلى كركوك إلى قرابة 120 ألف عائلة. وبالعودة مشاهدينا إلى تطورات الأوضاع في كركوك، ينضم إلينا مباشرة من هناك رئيس المجموعة العربية محمد خليل الجبوري في مجلس المحافظة. سيد محمد، يعني أهلا بك إلى نشرتنا أيضا. بداية، يعني هناك أكثر من تقرير يتحدث عن أوضاع النازحين في كركوك. البعض يقول إنهم طلب منهم المغادرة خلال أسبوع. المصادر الرسمية في السلطة المحلية تقول بالعكس، أنه تم تسجيلهم، يتم العناية. يعني أين الخطأ وأين الصواب في هذه التقارير؟ هناك في التقدير صحيح، هناك بعد زيارة السيد وزير الهجرة إلى كركوك تم فتح التسجيل لمدة أسبوع للناس الذين جاءوا إلى كركوك منذ الشهر العاشر 2014 ولحد الآن ولم يسجلوا. هذا صحيح، لكن أيضا هناك مقابل هذا الشيء ترحيل قسري من منطقة في منطقة العروبة في كركوك، حيث تم ترحيل 15 عائلة قسريا وحرق دور اثنان من هؤلاء المرحلين. لماذا تم ترحيلهم برأيك؟ أفرغت من أثاثها و تم ترحيلهم لأنهم من أهالي ديالة ويعتبرون أن منطقة ديالة حررت، يجب أن ترحل هذه العوائل. وأنا لدي معلومات أن قسم من هؤلاء العوائل لديهم دور ملك من خلال من هؤلاء الذين ترحلوا، دور ملك بأسمائهم، وتم ترحيلهم قسريا. وأيضا هناك 20 دار الآن مبلغة بتهيئة أنفسها للرحيل من هذه المنطقة. هل تم مناقشة هذا الأمر مع المحافظ، مع السلطات المعنية في كركوك، باعتباركم مجموعة موجودة في المجلس؟ يعني احنا عندما نسأل الإدارة، عندما نسأل الإدارة عن هذا الموضوع تقول ليس لدي علم بهذا الأمر، وهناك ناس تتحرك خارج الإدارة أو خارج سلطة الحكومة في كركوك من أجل ترحيل هذه العوائل. لكن أنا أعتقد لا تستطيع الشرطة أو أي جهة أمنية أن ترحل أي عائلة من كركوك دون موافقة السلطات المحلية في كركوك. هذه نقطة. أما إذا كان هناك أشياء سرية تقوم بها على شكل عصابات في كركوك لخلق بلبلة وترحيل هذه العوائل، فأنا أعتقد نحن والإدارة بريئين من هذا الشيء. نعم. أستاذ محمد، يعني هل لديك معلومات حول الانفجار الذي حصل اليوم في معمل تفخيخ في الحويجة؟ هل لديكم يعني أرقام محددة بخصوص الخسائر البشرية؟ نعم،
هناك من يدعي من السكان بأنه الذي أطلق على الحويجة هو صاروخ أرض من منطقة الفتحة حسب ادعاء السكان الموجودين هناك. وطائرات التحالف أعلنت بشكل رسمي بأنها قصفت هذه المعامل باعتبارها معامل لتفخيخ عصابات داعش. وكانت هناك في المنطقة عندما قصفت سيارتين حوضية محملة بالسيفور، إضافة للانفجار الشديد الذي أطلقته هذه الطائرات انفجرت هذه الصهاريج وأدت إلى هدم 28 دار حول هذا الحي الصناعي وقتل ما يقارب 150 كحصيلة أولية. وهناك لا زالت فرق الإنقاذ تعمل من أجل إنقاذ كثير من الناس الذين بقوا تحت الإنقاذ. لا نعرف بالضبط كم هي الحصيلة الأخيرة لخسائر السكان في هذه المنطقة. نعم، متى أعلن التحالف المسؤولية؟ ومتحدثة رسمية هنا في واشنطن أبلغت الحرة أن طيران التحالف خلال الساعات الماضية لم يشن أي غارة جوية في هذه المنطقة. من أعلن من التحالف؟ والله أنا هكذا أسمع أنه طائرات التحالف قصفت هذه المنطقة، لكن أنا لدي معلومات من السكان الموجودين يتحدثون عن صاروخ أرض أطلق من منطقة الفتحة إلى منطقة الحويجة. والانفجار زاد شدة عندما انفجرت الصهاريج المحملة بالسيفور، حيث كانت هذه العصابات تتهيأ وهناك سيارات مفخخة كبيرة من أجل الهجوم على مدينة كركوك كمركز مدينة، وكانت مهيئة لتفجيرها إلى السواتر الأمامية لدخول هذه العصابات، لكنها انفجرت خلال هذا الانفجار الشديد. نعم، طيب خلال هذا الانفجار النتيجة هل تتوقع يعني أنها ستسهل عملية يعني استعادة السيطرة على هذه المدينة؟ أنا أعتقد سوف لن تستطيع عصابة داعش إن شاء الله بهمة القوات الموجودة على الحدود من قوات البيشمركة لا تستطيع دخول مدينة كركوك، وهي أصبحت عصية عليها بعد الهجمات الأخيرة التي جربت حظوظها. لا نتحدث عن تحرير أو استعادة السيطرة على الحويجة وليس الهجوم على كركوك. عن استعادة المدينة لا أعتقد هناك خطة من أجل الهجوم على الحويجة في الوقت الحاضر، بل كنا ننتظر تحرير منطقة البيجي وتكون من تأتي قوات من المنطقة من جنوب منطقة الحويجة ويكون تزامنا مع هجوم من منطقة يعني من محافظة كركوك على هذه المدينة لتحريرها، لكن هذا كله مؤجل، الخطط موضوعة وجاهزة ومؤجلة إلى ساعة صفر. طيب في الذين أصيبوا في هذه الانفجارات الجرحى يعني أين يعالجون؟ هل لديكم معلومات حول هذا الموضوع؟ في أي مستشفى مثلا؟ والله إلى كركوك لم تدخل أي جهة يعني أي عائلة أو أي جرحى لم يدخلوا إلى كركوك، لأنه بس هناك نزوح بشكل كبير والمعالجات أكثرها ذهبت باتجاه مدينة الموصل. نعم. عن طريق الداعش اللي موجودين هناك قاموا بنقل كثير من الجرحى إلى الموصل، أما إلى كركوك لم يصلنا أي جريح من هذه المنطقة. من كركوك رئيس المجموعة العربية محمد خليل الجبوري في مجلس المحافظة، شكرا جزيلا لك.